شامي نمبر 1، لقيت عنده زحمه فقلت كده اخش كده وسط الزحمه، لقيت 2 شيفات واقفين وبيعملوا فتت شاورما ميكس ما اقولكمش عليه، الاربعه ب 100 جنيه وعنده عروض جامده جدا لكل الناس، حتى عنده عرض اسمه العنتيل، يعني اللي ياكله لازم يكون عنتيل ومتسجل في الاكل يكون رقم واحد، وعنده كمان لكل متابعي اكله عدنان عرض جامد جدا اسمه الابطال، يعني اعطال وعنتيل، يعني الناس هتاكل وتنبسط. السوريين عاملين شغل جامد جدا، شوفوا بقى فتت الشاورما الاربعه دول ب 100 جنيه وعنده عروض من اول 165 جنيه يكفي اكتر من 12 13 واحد، واللحمه بدبس الرمان. السوريين الشطار عاملين شامي نمبر 1 وموجودين في الدقي والدليفري لكل مكان، وعروض عدنان كتير جدا، روحوا انتوا كلوا وقولوا احنا من متابعي اكل عدنان عشان تاخدوا السندوتش الكبير ده وعليه حاجه ساقعه وبطاطس وكورسلو وب 45 جنيه واسمه الابطال يا شطار. وانا عشان اكل السندوتش الجامد العالمي متغرق جبنه وشاورما والرعشه احبكم.